واسكت اليوم اساتينا واسكت اليوم اساتينا واسكت اليوم اساتينا صدقني لا لا صدقني لا لا ارهابي لا لا ارهابي لا لا هذه المسيرة تأتي ردا على القمع الذي تعرض له الأساتذة في مختلف ربوع هذا الوطن، وتضامنا المبدئي واللامشروط مع الأساتذة الذين تعرضوا إلى التعنيف. أتينا لنقول مطلبنا الأساسي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد الذي يكرس الهشاشة في قطاع التعليم، والذي أيضا يزيد من حدة الفوارق المجالية والاجتماعية أيضا بين مختلف الشاغلين في القطاع ديال التعليم، وكذلك يكرس أيضا الهشاشة، يكرس أيضا الفئوية، يكرس أيضا الاحتقان الاجتماعي. وهذا يأتي ردا، هذه المسيرة تأتي ردا على القمع، وكذلك لعدم الاستجابة للوزارة الوصية ولرئيس الحكومة. هذه منادات من ساحة 16 نوفمبر من أبناء الشعب المغربي للخروج وللمساندة، لأن هذا الملف فهو ملف لكافة كافة أبناء الشعب المغربي، لنقول معا لإسقاط التعاقد، لنقول معا لتحقيق الإدماج، لأن هذا الشباب متطلع وفي أكثر حماس وفي أكثر جدية للدفاع عن أبناء الشعب، للدفاع عن مستقبل المدرسة العمومية. وتحية نضالية من إطارنا العتيد التنسيق الوطنية للأسد الذين فرض عليهم التعاقد.